Bonjour mes amis et chers lecteurs. Bonjour, كيفكم؟ اليوم بدي احكي لكم عن كتاب لامورك ليفي. الكتاب هو هي وهو. اوكي؟ هاي الترجمة تبعته للعربي. العنوان بالانجلش بي اس فروم باريس. سو احكي لكم شوي عن الكتاب. الكتاب ابطاله اسمهم مايا اند بو. اوكي. سو مايا بتكون ممثلة بريطانية وهاربة. اي هوب انها بريطانية. اي ثينك سو. يا. ممثلة بريطانية هاربة على فرنسا عن صاحبتها الشيف عشان عم بتمر في مرحلة كثير عويصة بزواجها لأنه زوجها عم بيخونها. وهي بتكون كثير تحبه. صاحبتها الشيف بيكونوا مع يعني صاحبات من فترة كثير طويلة. في نفس المدينة في باريس بيكون في عنا كاتب. كاتب أمريكي كان مهندس كتب كتاب انشهر كثير كثير كثير. الكتاب هو قصة حب أصحاب لإله كثير قريبين منه. ضرب كتير في أمريكا لدرجة أنه بطل عارف يكتب أي كتاب بعده. فراح سافر على باريس بيكون عنده فوبيا خرافية من ركوب الطيارات عشان هيك مش قادر يزور أصحابه مرة تانية. فأصحابه كل فترة بيجوا بزوروا اللي كتب عنهم قصتهم. نشر بعدها 6 روايات وما نجحت ولا واحدة منهم زي نجاح الأولى. بول بيكون على علاقة مع مترجمته الكورية. هذا كتير إشي مهم في القصة. وبيكون حكيين له أنه كتبه كتير ضاربة وناجحة كتير في كوريا. هو هذا اشي كتير مثير استغراب لانه في كل العالم كتبه تكون كتير فاشلة الا كتابه الاول. فمرة لما اصحابه يجوا يزوروه في باريس بيروحوا بيعملوا له حساب على ديتينج اب. وبتكون مايا نفس الاشي بتشوف انه صاحبتها الطباخة الشيف عندها برضو حساب على ديتينج اب. فبتقرر انه هي كمان تنتحل شخصية صاحبتها وتفوت على المكان هذا عشان تتعرف على ناس. وهي في باريس بتروح بتغير لون شعرها بتغير هيئتها عشان الناس ما يعرفوا يميزوها لأنه بيكون عندها كتير شكل famous و well known. وبتشتغل جرسونة في مطعم صاحبتها. بتروح هي وبول بتقابلوا عن طريق هذا الاب. أول ما يتقابلوا I'm sorry ويقعدوا مع بعض هو بيكون مفكر إنه هذا meeting شغل. هي بتفكر له date and they clash. وبيكونوا هم الاثنين برضو مرتبطين عاطفيا بناس تانيين. هو مرتبط بالمترجم الكوري وهي مرتبطة بزوجها. فبيكونوا صداقة بين بعض. هاي الصداقة آخر إشي طبعاً مبين obviously إنها بتتطور بتصير حب. بس حتى نوصل لهذيك المرحلة في قصة كتير حلوة وطويلة. الكتاب كتير cute بس بصراحة مش أحلى إشي رومانتك قرأته. It's very cute and عنده هيك شخصية eccentric. هيك بتعرفوا إنه شخصية هيك مميزة. You know. So if you like these kind of books set in Paris, you're gonna love this story. الكتاب بقدر احكي انه فيه sarcastic humor يعني فيه سخرية فيه شوية اشياء بتضحك. It's romantic. الكتاب كتير بحسه حلو للناس اللي بيحبوا الكتاب والقراءة لانه الكاتب كتير بحكي عن هاي الاشياء. الكتاب فيه عنصر دراما فيه توعية عن القضية الكورية. بحسه ككل كأنك عم تحضر فيلم فرنسي من هدول الأفلام اللي بيصيروا بيوم واحد. Something like that. That's how it feels. So yeah. Hope you like it if you read it. إذا ما قرأتوا احكوا لي إذا حابين تقرأوا ولا لا. And have a lovely day. Au revoir. One more thing. على فكرة أنا حلمت في الكتاب هذا. و حلمت إني كتير رح أحبه عشان هيك رحت جبته. And I didn't love it that much. It was fun بس مش لهذيك الدرجة. So مرات الأحلام ما بتكون حقيقية always.